نأتي الآن إلى قسم التدريبات. في هذا السؤال يصل بوغ السرخس، وهو عبارة عن يعني نبات، كما ذكرنا السرخسيات من النباتات اللابذرية. يصل قطر بوغ السرخس، وهو عبارة عن السرخس، عبارة عن نبات لابذري، يصل إلى حوالي 100 ميكرومتر. فإذا المطلوب الآن نحن أن نقوم بحساب نسبة مساحة السطح إلى الحجم لمكعب، وقد أعطانا في هذا السؤال يعني حجم المكعب. يصل طول أوجهة إلى 100 ميكرومتر. لتقدير نسبة مساحة السطح إلى الحجم التقريبية لخلية البوغ في السرخس، وضح إجابتك. طيب، الآن المطلوب هو حساب نسبة مساحة السطح إلى الحجم، طبعا الحجم لمكعب. المطلوب الآن نحن نقوم بإيجاد مساحة السطح وثم إيجاد الحجم لهذا المكعب، ثم نقسم مساحة السطح إلى حجم المكعب. طبعا أعطانا، احنا نعلم أن عندما يكون لدينا مكعب يتميز بأن يعني هذا المكعب بشكل فراغي طول ضلعه 100 ميكرومتر. إذا علمنا طول الضلع لمكعب، إحنا نعلم أن أوجه المكعب هي عبارة عن مربعات، وعدد الأوجه للمكعب هي 6. فبالتالي عندما نريد أن نحسب مساحة السطح، مساحة السطح سوف تكون مساحة المربع، ونضرب مساحة المربع في 6، لأن لدينا 6 أوجه، 6 أوجه في المكعب. مساحة المربع، الآن لدينا هذا المربع، إذا علمنا أن طول ضلعه 100 ميكرومتر، معلوم أن أطوال المربع كلها متطابقة، ومساحة المربع هي 100 ميكرومتر في 100 ميكرومتر في 6. 100 ضرب 100 سوف يكون 10,000، وعشر آلاف في 6 سوف يكون 60,000. طبعا بما أنها مساحة، نحن نوجد مساحة السطح، مساحة سطح المكعب بالكامل سوف يكون ميكرو متر مربع. الآن أوجدنا مساحة السطح للمكعب، الآن نوجد حجم المكعب. حجم المكعب هو يعني طول الضلع أس 3، لأن هو عبارة عن حجم المكعب هو عبارة عن طول في العرض في الارتفاع 3 أبعاد، سوف نقوم بضربها. طبعا طول الضلع لدينا 100 ميكرومتر، فبالتالي سوف يكون 100 ميكرومتر ضرب 100 ميكرومتر ضرب 100 ميكرومتر. 100 ضرب 100 ضرب 100 يعطينا الناتج مليون ميكرومتر مكعب، لأن ثلاثة أبعاد، بينما هنا يكون بعدين، فنحن نستخدم المربع في المساحة والمكعب في الحجم. الآن نقوم بحساب مساحة، نسبة مساحة السطح إلى الحجم. نسبة مساحة السطح لحجم المكعب تساوي 60,000 تقسيم مليون. وعندما نقوم بعملية التبسيط
العامل المشترك بينهم سوف يكون 20,000، ف60,000 راح يكون فيها 3 من 20,000، والمليون راح يكون فيها 50. فسوف تكون نسبة مساحة السطح لحجم المكعب 3 إلى 50، أو تكتب بهذه الطريقة 3 إلى 50. فهذه هي الإجابة. في هذا السؤال، ما معدل الإصابة بسرطان البنكرياس للذكور في سن 62؟ نلاحظ هنا في المحور السيني كما ذكرنا سوف يكون العمر، وبالنسبة للمحور الصادي سوف يكون معدل الإصابة لكل 10 أس 5، يعني تقريبا لكل 100,000 شخص. الآن ذكر في السؤال معدل الإصابة بسرطان البنكرياس للذكور في سن الثانية. طبعا نلاحظ أن الإناث هو خط يعني متصل، بينما الذكور في الرسم البياني هو خط متقطع. فبالتالي عند 60 في 62، أي بين 60 و 65، يعني من الممكن أن يكون هنا، نقوم بإمداد خط. طبعا كما ذكرنا إلى الخط المتقطع وليس الخط المتصل، لأن الخط المتصل هذا مخصص إلى الإناث. نحن نريد في السؤال ذكر للذكور، ثم نقوم ب يعني رسم خط مستوي، فسوف تكون الإجابة بين 40 و 50، أي تقريبا 45. فإذا معدل الإصابة بسرطان البنكرياس هي 45 لكل يعني 10 أس 5 شخص، أو بمعنى آخر لكل 100,000، يعني في كل 100,000 شخص 45 شخص من المحتمل أن يكونوا تكون معدل إصابتهم بسرطان البنكرياس. في السؤال الثالث، ما العمر والجنس اللذان يظهر فيهما سرطان البنكرياس عند أعلى معدلاته؟ طبعا كما نلاحظ أن سرطان البنكرياس يظهر عند أعلى معدل هو عند الذكور، واضح من هذه النقطة، لأن هذا الخط المتقطع هو خاص للذكور، بينما الإناث هذه أعلى نقطة لديهم. وكذلك نقوم برسم خط يعني على المحور السيني لكي نعرف العمر، لأن المطلوب العمر والجنس. الجنس العمر سوف يكون بين 75 و 80، يعني تقريبا عند عمر 78 عام. الجنس سوف يكون اللي هو للذكور. أهم عامل يحدد حجم الخلية، كمية البروتينات والعضيات التي يمكن أن تصنعها الخلية، ومعدل سرعة الانتشار، أو نسبة مساحة السطح إلى حجم الخلية، أو كمية الـ DNA في الخلية. طبعا كما ذكرنا أن يعني العامل الذي يحدد حجم الخلية هو نسبة مساحة السطح إلى حجم الخلية، فتكون الإجابة هي C. ما أهمية انقسام السيتوبلازم كجزء من انقسام الخلية؟ يعني لماذا ينقسم السيتوبلازم بعد أن انقسمت الخلية؟ ليس مسؤول عن استطالة الخلية، وليس مسؤول عن الفصل المناسب للمعلومات الوراثية، لأن المعلومات الوراثية تكون في الـ DNA الموجود داخل النواة. ونحن نسأل هنا، وفي السؤال ذكر لنا أهمية انقسام السيتوبلازم، فبالتالي لن يكون بي. مسؤول عن الفصل المناسب لمحتويات السيتوبلازم، يعني هذه الإجابة تعتبر صحيحة. يحفز تحرك الخلية خلال الدورة الخلوية، وهذه إجابة أيضا خاطئة، فتعتبر الإجابة الصحيحة هي C. بالنسبة للتحديات، الانشطار الثنائي إحدى طرق التكاثر اللاجنسي التي تلجأ إليها المخلوقات وحيدة الخلية. واحد مما يلي ليس له علاقة بالانشطار الثنائي في بدائية النواة. تضاعف الـ DNA يجب أن يحدث، مهم جدا في عملية الانقسام، فهذه تعتبر إجابة خاطئة. استطالة الخلية لابد أن يحدث عملية نمو للخلايا، فسوف يكون هناك نوع من الاستطالة. تشكيل الغلاف النووي
يعني لا يمكن حدوث ذلك، لأن تشكيل الغلاف النووي نحن نتحدث عن بدائية النواة، وبدائيات النواة كما ذكرنا والبدائيات بشكل عام لا تحتوي على المادة الوراثية الموجودة في بدائية النواة، تكون تسبح في السيتوبلازم، هي لا توجد حولها غشاء نووي، فبالتالي هذه العبارة ليس لها علاقة في الانشطار الثنائي في بدائيات النواة، فتكون الإجابة الصحيحة هي دي، لأن لا يوجد لبدائيات النواة غلاف نووي حتى يتشكل. إنتاج خليتين متشابهتين هذا ما يحدث بالأصل، فتكون الإجابة الصحيحة هي دي. وجد أن احتمال الإصابة بسرطان الثدي يكون أعلى لدى أفراد الأسر الذين لديهم تاريخ مع هذا المرض. أعلى لدى أفراد الأسر الذين لديهم تاريخ مع هذا المرض، هذا يعني أن سرطان الثدي مرتبط بأسلوب الحياة، لا نوع الغذاء، لا طبعا نحن نرجع بناء على العبارة التي قدمت لنا، الأحماض النووية مبدئيا نعم، العدوى لا، والعوامل البيئية أيضا لا. لماذا نختار الأحماض النووية؟ لأن احتمال الإصابة بسرطان الثدي يكون أعلى لدى أفراد الأسر الذين لديهم تاريخ مع هذا المرض، فبالتالي يعني هذا المرض يعتبر كأنه مرض ينتقل بالوراثة، وعندما نتحدث عن الوراثة فبالتالي نحن نتحدث عن الأحماض النووية هي المسؤولة عن ذلك، فتكون فهذا يعني أن سرطان الثدي مرتبط بالأحماض النووية، فالإجابة الصحيحة سوف تكون هي السي. شكرا جزيلا لاستماعكم وانتباهكم، ونلقاكم بإذن الله في الدرس القادم. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.